ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أخذنا الكلام في لغة العرب، وأخذنا أنه ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، وأخذنا علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامات الحرف، وكل هذا مع تكراره أظنه صار سهلا ميسورا. فلو أن رجلا الآن يقول لم يعد أو ليس سهلا أو فيه إشكال يخبرنا، ونحن لا مانع أن نعيد له بكل شجاعة وجرأة. وأنت ترى الذي يقول بارك الله في النحو أهله إذ كان منسوبا إلى نفطويه أحرقه الله بنصف اسمه، يعني ما يستحيون يعني من ال يعني ما عليك. أما أنه سهل إلى الآن؟ طيب، أعتقد أنه سهل. ثم أخذنا الإعراب وقلنا أن الإعراب هو يعني بيت القصيد، وهو المطلوب في الحقيقة، في بل هو لأجله ألف وصنف في النحو. قلنا أن الإعراب يعني يرجع إلى العلامات الأربع المحصورة، ليس هناك غيرها: الرفع والنصب والخفض. خفض ولا الجر؟ أحمد والحج أحمد كلاهما، نعم، الخفض أو الجر. والجزم، نحن أخذنا الرفع وأخذنا النصب، ونعتبر أننا لم نأخذ الخفض. طيب، الآن أرجو أن يكون متيسرا معك خلينا الآن من لأن بعض الناس ما عندهمش هذا الكلام، اللي ما عندهمش صبورة ليس عندهم. خلينا الآن نتصور علامات الرفع والنصب التي أخذناها، وكذلك سيأتينا نفس المبدأ الذي نسير عليه في الخفض وفي الجزم، أن هناك علامة أصلية في كل باب من هذه الأبواب وعلامات فرعية. فعلامة الرفع الأصلية الضمة، والعلامات الفرعية ثلاث. نشبع الضمة يطلع عندنا الواو، وبعد الواو الألف، وبعد الألف ثبوت النون. علامة الضم اللي هي الأصلية في أربعة أشياء، قلنا في الاسم المفرد وعرفنا الاسم المفرد وتعريفه مرارا، وفي جمع التكسير، وفي جمع المؤنث السالم، وفي الفعل المضارع الذي لم يسبقه ناصب ولا جازم أو الذي لم يتصل بآخره شيء. واضح؟ طيب، هذه علامات الرفع الايه؟ الأصلية يعني بالضم. فلو أتينا بمثال الاسم المفرد، ما زلنا نقول ايه نفكر لا، أنا عايز الرفع. محمد مجتهد. طيب، جمع التكسير، السرر مفروشة. طيب، جمع المؤنث السالم، بلاش سلمت على، احنا في الرفع هتسلم ليه؟ انت عايز تقول سلمت على الفاطمات، خليها الفاطمات ومجتهدات. نعم. طيب، فعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء، انت والله العظيم، يعود الكلام عليك. نعم، يعود فعل مضارع لم يتصل. إذن هذه كلها علامات الضم، العلامة الأصلية في الرفع اللي هي الضم. وينوب عن هذه العلامة الأصلية في الرفع ثلاث علامات فرعية. أولها نشبع الضمة تبقى الواو، والواو علامة فرعية في حالتين: أسماء الخمسة وجمع المذكر السالم. الأسماء الخمسة: أب أخ حم فوزو، أب وأخ وحم وفو وزو. نعم، بشروط أربعة: أن تكون مفردة مكبرة مضافة إلى غير ياء المتكلم، وشرط خاص في فو أن تكون من غير الميم فم، وفي زو أن تكون بمعنى صاحب. خلينا في هذا كفاية. طيب، يبقى أقول كمثال: وأبونا شيخ كبير. أبونا مرفوعة وعلامة الرفع الواو نيابة عن الضم. ثانيا في الواو أيضا
جمع المذكر السالم. أعطيني مثال. المسلمون يصلون، المسلمون طبعا هو مبتدأ ما أخذنا هذا، لكن المهم أنه مرفوع، مرفوع بعلامة رفع فرعية اللي هي الواو نيابة عن الضم، هذه أول علامة فرعية. العلامة الثانية الألف، والألف علامة الرفع فيه ها أنت المثنى. أعطيني مثال. ها المحمدان مجتهدان، المحمدان مرفوع وعلامة رفع الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. طيب يبقى الواو والألف. ها إيه كمان معانا؟ ثبوت النون. في إيه ثبوت النون؟ في الأفعال الخمس. وإيه الأفعال الخمسة؟ ها أيوة محمود، كل فعل مضارع اتصل بآخره ألف الاثنين وهو الجماعة ياء المخاطبة، ومثل إيه؟ مدام يفعل أقول يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. واضح؟ أعطيني مثال الأفعال الخمسة مرفوعة. الأولاد يلعبون، يلعبون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. إذن هذه العلامات أو هذه العلامات الفرعية للضم. العلامة الأصلية كانت أحمد للرفع، العلامة الأصلية كانت الضمة، والعلامات الفرعية كام؟ ثلاثة. إيه هما؟ الواو والألف وثبوت النون. خلاص كده الضم نعتبر إن إحنا كتبناه. كان أنا خشيت أما بنشغل باللوح الذين لا يرون اللوح يعني ينشغلوا. طيب هذا الرفع. ثاني علامة النصب من علامات الإعراب، والنصب أيضا له علامة أصلية وله بدل ثلاثة أقول أربع علامات فرعية. علامة النصب الأصلية محمد سعيد الفتحة، وهذه في كم حالة؟ ها طب نعدهم. مش شرط، أنا مش شرط تكون أنت حافظ ثلاثة وأربعة وخمسة، أنت امشي تصور قول إيه اللي ينصب بالفتحة كعلامة أصلية. لاحظ أنهم متكررين. الاسم المفرد نفس الكلام. أعطيني مثال الاسم المفرد. ها لقيت عليا، عليا اسم مفرد منصوب بالعلامة الأصلية اللي هي الفتحة. طيب اللي وراك إيه كمان غير الاسم المفرد؟ جامع التكسير. أعطيني مثالا لجامع التكسير. إن الطلاب مجتهدون، الطلاب منصوب علامة نصبه الفتحة لأنه جمع تكسير. طيب إيه كمان ثالث حاجة؟ ها فعل المضارع الذي سبقه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. اللي جنبك يعطيني مثال. ها لن نلعب الكرة اليوم، وليتك لا تلعب اليوم ولا بعد اليوم يعني على كل حال. نعم يبقى لن نلعب، نلعب فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة اللي هي العلامة الأصلية لأنه فعل مضارع سبقه نصب. إذن علامة النصب الأصلية الفتحة، وهذا في ثلاث مواضع. طيب ننتقل إلى العلامات الفرعية، والعلامات الفرعية هنقول بدام الأصل الفتحة يبقى أول علامة فرعية نشبع الفتحة يطلع معنا ألف، وعلامة والألف علامة للنصب فيه في حالة واحدة. فين فين فين؟ في الآخر خالص. من أي حالة؟ المثنى. أعطيني مثالا. أحسنت. ها ما نسيب لهم. أعطيني مثال نشوف. إن إيه؟ إن الطالبان. هل أنا أقول إن الطالبان ولا أقول إن الطالبين؟ يبقى مش في المثنى. ها انظر. ها الألف في الأسماء الخمسة، في الأسماء الخمسة أقول جاء أباك إلى الدرس. يبقى أنا يعني ينبغي أن أقوم الآن وأشتغل شغلا آخر.
أنا عايز الأسماء الخمسة في حالة تكون منصوبة، أقول جاء أباك وأقول إن أباك، أنت أحسنت في أباك، نعم، لكن لم تحسن في وضع جاء قبل أقول إن أباك، يعني من ناصب لأباك؟ جاء هنا لا ينصب، لأن جاء فعل، والفعل سيأتي بالفاعل المرفوع، فلو قلت رأيت أباك، أو قلت إن أباك، أو إن أبانا، أو إن أباها، نعم، يبقى خلينا نقول إيه؟ اختار إن أباك، يبقى أباك منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة. طيب دي أول علامة فرعية الألف، ثم العلامة الثانية الكسرة، لا الكسرة قبل الياء، ده الياء دي اللي هتتفرع من الكسرة، الكسرة فين؟ الكسرة في جمع المؤنث السالم، وهذه الحالة الوحيدة اللي فيها نصب بالكسر، جمع المؤنث السالم، أعطيني مثال. إن الفتيات، لازم لو قلت إن الفتيات لم أستفد شيء، إن الفتيات، إن المسلمات، إن الطالبات، يبقى منصوب لأنه اسم إن، وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. طيب دي الحالة، لا الفتيات جمع مؤنث سالم لأنه هو المقصود جمع جمع بألف وتاء مزيدتين، نعم. طيب ثالث حالة هنخلي الكسرة نشبعها، يطلع معنا الياء اللي جنبك، الياء فين؟ في المثنى وجمع المذكر السالم، الياء علامة نصب في حالتين، في المثنى وجمع المذكر السالم، أعطيني مثال للمثنى. إن الطالبان، ولا إن الطالبين، إن الطالبين، أحسنت، يبقى الطالبين اسم إن منصوب علامة نصبه هنا الياء لأنه مثنى. طيب الحالة الثانية الذي بجوارك، قل يا ليتني ما جلست بجواره، لا حول ولا قوة. طيب الذي بجوارك، إن المحمدين جمع المذكر السالم، إن المحمدين مجتهدون، يبقى المحمدين منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، يبقى الياء في حالتين، يبقى خدنا العلامات الفرعية في النصب الألف ثم الكسرة ثم الياء، معنا واحدة رابعة حذف النون، حذف النون فين؟ في الأفعال الخمسة، أعطيني مثال. لن تنالوا البر، لن أداة نصب، وتنالوا فعل مضارع منصوب بحذف النون لأنه من الأسماء من الأفعال الخمسة، أحسنت، يبقى دي علامات النصب العلامة الأصلية والأربع علامات الفرعية، واضح كده؟ ناخد اليوم إيه؟ الخفض، نقرأ الخفض. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: وللخفض ثلاث علامات، الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة، وفي التثنية والجمع. نعم. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. طيب هذا الخفض، احنا الآن عندنا علامات الإعراب، نريد أن نقول هنا الضم والنصب والخفض الذي سنأخذه اليوم، وعندنا أيضا الجذر الذي سوف نأخذه فيما بعد. الضم سنقول عندنا أصلية وفرعية، النصب عندنا أصلية وفرعية، اليوم كما سمعنا الخفض أصلية وفرعية،
والجزم كذلك لكن نرجعه إلى حين. واضح الكلام؟ علامة الضم الأصلية علامة واحدة. علامة الضم الأصلية علامة الرفع الأصلية علامة الرفع الأصلية الضم، ولها ثلاث علامات فرعية. الضم في كم حاجة؟ في أربع أشياء، قلنا في الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، الفعل المضارع الذي لم يتصل بأخيره شيء. مستحضر هذا الكلام دون أن نكتب حتى تنسى. وللرفع ثلاث علامات فرعية، إذا كانت هذه الضمة يبقى ننزل الواو ثم الألف ثم ثبوت النون. الواو علامة للضم في جمع المذكر السالم، والأسماء الخمس موضعين، الألف المثنى، النون الأفعال الخمس. واضح؟ مش شرط نكتب الآن، أنت الآن صرت مستحضر هذه الأشياء. النصب، علامة النصب الأصلية الفتح. العلامات الفرعية أربعة، علامة النصب الأصلية الفتحة في ثلاثة أشياء. نفس الكلام اللي هنا، الاسم المفرد ينزل معانا هو نفسه، جمع التكسير هو نفسه، المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء هو نفسه لكن نسبقه نصب. اللي خرج معانا جمع المؤنث السالم لأنه ينتقل هنا في العلامات الفرعية. هل تفهم حاجة؟ واضح طبعا. إذن دي العلامة الأصلية للنصب اللي هي الفتح. معانا أربع علامات، هنشبع الفتحة تبقى ألف، وبعدين كسرة، ونشبعها تبقى ياء، وبعدين حذف النون. الألف في الأسماء الخمس، والكسرة في جمع المؤنث السالم، والياء علامة نصب في حالتين، المثنى وجمع المذكر السالم، وحذف النون في الأسماء في الأفعال الخمس. واضح؟ احنا ما خدناش نص الخط، يبقى احنا خلاص كده رجعنا على الرفع ورجعنا على النصب. طيب، قال المصنف رحمه الله: وللخفض كان ثلاث علامات، واحدة أصلية اللي هي الكسرة، واثنتان فرعيتان. علامة الخفض الأصلية الكسرة. لاحظ لو أنت مستحضر الكلام اللي فات هنقول نفس الكلام، عندنا ثلاثة أشياء سنكتبها. هناك كان اسم المفرد، الاسم المفرد علامة أصلية في الرفع وعلامة أصلية في النصب، هنقول نفس الكلام لاسم المفرد لكن هنزود المنصرف. يعني المنصرف يعني المنون، وسمي التنوين صرفا لأنه يحدث يعني صوتا في الأذن أشبه بصوت الصيارف. رجل الصيارف عنده فضة، إذا سقط الدرهم على الدرهم يحدث صوتا في أذنك، هو الصوت اللي بنسميه تنوين، رنة التنوين مثل رنة يعني الدراهم. الاسم المفرد لكن قلنا المنصرف احترازا من الاسم المفرد الممنوع من الصرف. وقلنا ايضا جمع، طب اسم مفرد منصرف مثل ايه؟ مثل محمد، اسم مفرد منصرف. فاذا قلت مثلا سلمت على محمد، يبقى على حرف جر محمد اسم مجرور وعلامه جره، او هنا مخفوض لانه قال علامات الخفض على طريقه الكوفي، يبقى محمد اسم مخفوض بالعلامه الاصليه اللي هي الكسره كده. ولا اقول مثلا سافرت مع علي، يبقى علي اسم مخفوض بالعلامه الاصليه اللي هي الكسره، والسبب انه اسم مفرد منصرف يعني منون. طيب الحاله الثانيه جمع التكسير
أو أيضا المنصرف احترازا عن جمع التكسير غير المنصرف. أقول قرأت في كتب كثيرة، في حرف جر كتب جمع تكسير، أقول اسم مخفوض بالكسرة اللي هي العلامة الأصلية. ليه؟ لأنه جمع تكسير. أقول سافرت مع رجال، رجال اسم مخفوض بالعلامة الأصلية اللي هي الكسرة. في تاني حال جمع التكسير. طيب باقي معنا جمع المؤنث السالم. هل أقول المنصرف؟ لست بحاجة، لأن جمع المؤنث السالم لا يأتي إلا منصرفا، وبالتالي ما أحتاج أن أنا أقول المنصرف. أقول مثلا إيه؟ قرأت في خطابات، خطابات وإن كانت جمع خطاب، خطاب مذكر، لكن هو غلب جمع المؤنث السالم باعتبار الغالب، وإلا الأحسن نسميه ما جمع بألف وتاء مزيدتين، لأن كل ما جمع بألف وتاء مزيدتين على أصله ويكون قابل لإضافة يعني مثله وصالح للتجريد بنسميه جمع مؤنث سالم، حتى لو كان يعني مذكر مثل خطابات واسطبلات، هو جمع مؤنث سالم وإن كان مفرده مفرده مذكرة. قرأت في خطابات وسلمت على الهندات تي، وفي خطابات تي يبقى اسم مجرور أو مخفوض بالكسرة اللي هي العلامة الأصلية، لأنه جمع مؤنث ثاني. واضح؟ إذن يخفض الاسم بالكسرة كعلامة أصلية في حالات ثلاث. الأولى الاسم المفرد، والاسم المفرد نفسه كان معانا في النصب وكان معانا في الرفع. الثانية جمع التكسير وهو نفسه كان معانا في النصب وكان معانا في الرفع. الثالثة جمع المؤنث السالم وهو نفسه كان معانا في الرافع لكن خرج مننا في النصب. أنت بدأت تستحضر الآن في أشياء مكررة، وبالتالي النحو ليس صعبا، هي أشياء تتكرر محتاجة بعض الانتباه والتركيز. انتهينا من العلامات الأصلية في الخفض، ندخل على العلامات الفرعية، والحمد لله أنها سهلة لأنها حالتين بس. إذا كان معنا ثلاث علامات فرعية في الرفع وأربع علامات فرعية في النص، فجاء الخفض وسهل المسألة وصار معنا طبعا سهلة جدا، وصار معنا علامتين فقط. العلامة الأولى إحنا خلاص حافظينها، ما دام الكسرة الأصلية يبقى الفرعية تكون إيه؟ بنشبع دايما العلامة الأصلية أول حاجة ونأتي بالعلامة الفرعية، يبقى الكسرة لما نشبعها تبقى ياء، والياء علامة فرعية في ثلاث أشياء، ثلاث أشياء، الأسماء الخمس والمثنى وجمع المذكر السالم. الياء علامة الخفض الفرعية في ثلاثة أشياء، الأسماء الخمسة أقول سلمت على أبيك، سلمت على أبيك، أبيك اسم مخفوض بالياء لأنه جمع لأنه من الأسماء الخمسة. طب المثنى أقول سلمت على الطالبين، الطالبين مخفوض بالياء كعلامة فرعية نيابة عن الكسرة لأنه مثنى. أقول سلمت على الطالبين، الفرق بين الطالبين والطالبين إن في المثنى بفتح ما قبل الياء، وفي الجمع المذكر السالم أكسر ما قبل الياء. الطالبين مثنى منصوب على مجرور علامة جر أو مخفوض علامة خفضه الياء، والطالبين أيضا مخفوض علامة خفضه الياء لأنه جمع مذكر سالم. إذن الياء علامة فرعية تنوب عن الكسرة في ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة، في المثنى، في جمع المذكر السالم. العلامة الفرعية الثانية الفتحة، والحمد لله ان الفتحة علامة فرعية في حاجة واحدة، حاجة واحدة، الاسم الذي لا ينصرف. يبقى فاكر عشان كده قلنا هنا في الاسم المفرد المنصرف، وقلنا هنا جمع التكسير المنصرف، كل هذا حتى نتوفر على ان اي اسم ممنوع من الصرف لا ينصرف فهذا يرفع بضمة وينصب بفتحة
يجر أيضا بالفتح، يبقى الممنوع من الصرف يرفع بالضمة وينصب ويخفض بالفتحة. واضح؟ الفتحة فتحة؟ طيب خلاص، أعتقد كده الآن الصورة صارت يعني واضحة. سيأتي معنى الجزم بنفس الطريق، والجزم أسهل لأنه علامتين، علامة واحدة أصلية وعلامة واحدة فرعية، والمسألة يعني تتزين معه. الآن أنت عندك بعض الخبرات الآن إن في أشياء مكررة، وعلامة الرفع الفرعية 3، وعلامة النصب الفرعية 4، وعلامة الخفض الفرعية 2، وإن أنا مش شرط أحفظهم بطريقة التكرار التكرار التكرار، بقدر ما الأول أفهم المقصود، كيف أنني أبدأ بالعلامة الأصلية وأشبعها في كل الحالات، وكيف أنني يعني أرتب العلامات على المناسبة، وهذه المناسبة إذا عرفتها يسهل عليك إن شاء الله. الآن إحنا الإشكال إن إحنا بقينا إن علامة الخفض الفرعية الثانية بعد الياء هي الفتحة، والفتحة في الاسم الذي لا ينصرف. كيف أعرف الاسم الذي لا ينصرف؟ هذا يعني نأخذه الآن إن شاء الله. الاسم الذي لا ينصرف يعني الممنوع من الصرف، هو نفس المعنى، اسم الممنوع من الصرف يعني الاسم الذي لا ينصرف. أنا أريد أن أحفظ بيتاً واحداً، هذا البيت يجمع لي باب الممنوع من الصرف، وأنا حجبت عن البيت الذي قبله لأنه لا يعني، هو مقدمة له. خلينا الآن اجمع وزن عادلاً، ألف بمعرفتك، ركب وزن عجمتك، فالوصف قد كمل. هذا أنت حفظت، خذ البيت الأبد، إيه المانع؟ يعني تجمل به. موانع الصرف 9 إن أردت بها عونا لتبلغ في إعرابك الأمل. موانع الصرف 9 إن أردت بها عونا لتبلغ في إعرابك الأمل. ونساو خلينا نقول اجمع وزن عادلا أنف بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. يعني هي 9 دي، موانع الصرف 9 إن أردت بها عونا لتبلغ في إعرابك الأمل، حتى تبلغ أملك في إعراب الممنوع من الصرف احفظ هذه 9. اجمع وزن عادلا، واحنا قلنا هكذا بعد ما كتبنا البيت افقيا لانه ام الباب، هنكتبه راسيا حتى ايضا نشرح واحده واحده. اجمع وزن عادلا انث بمعرفه ركب وزد عج متى فالوصف، هذه 9 الصبوره دي في النص. اجمع وزن عادلا انث بمعرفه ركب وزد عجمه فالوصف قد كمل. هذه 9، هذه 9 في الحقيقة يعني هي السبب في باب الممنوع من الصرف، لأن الممنوع من الصرف اسم أشبه الفعل، هذا سبب يعني منعه من الصرف. خلينا نستطرد هذه الأوصاف 9. يمكن أن نقول الاسم الذي لا ينصرف، يعني تعريف الاسم الذي لا ينصرف، ما كان فيه علتان من علل 9 أو واحدة تقوم مقامهما. ده تعريف يعني ما هو الاسم الذي لا ينصرف؟ تعريفه تقول الاسم أو ما كان فيه علتان العلل 9 أو واحدة تقوم مقامهم. يبقى الباب كله مبني على هذا.
إن أنا أعرف العلل التسعة، وبعد ما أعرفها أقول الاسم الذي لا ينصرف إما لعلة واحدة وإما لعلتين، ونعمل سهم في علة وسهم في علتين، وأرجو أن الممنوع من الصرف لا يأتي لك بعلة ثالثة. نعم. وما في إلا يعني علتان. الاسم الممنوع من الصرف ما كان فيه علتان من علل تسع. العلل التسع مجموعة في البيت اللي احنا حفظناه. اجمع هذا اللي هي صيغة منتهى الجموع. صيغة منتهى الجموع كل جمع تكسير بعد ألفه حرفان أو ثلاثة حروف أوسطها ساكن. غالبا يأتي على صيغة مفاعل أو مفاعيل، وإلا قد يأتي على صيغة أخرى، لكن غالبا يكون هذا مفاعل زي مساجد ومنابر ومعامل ومصانع، ومفاعيل مثل مصابيح وخراطيم ومفاتيح ونحو ذلك. إذن أنا بعيد هذا حتى تفهم معنى طب زين وزن الفعل. وزن الفعل يعني أي كلمة على وزن الفعل. أحمد، وأحمد في الاسم هي أحمد في الفعل. يزيد اسم ونفس تقدر تسميه أيضا فعل على وزن الفعل. تغلب نفس الكلام، اسم وعلى وزن الفعل. نفس الكلام اللي قلنا في الأوصاف، أكرم الصفة وأكرم من فلان، والفعل أيضا أكرم وهكذا. هو الصفة والفعل مش هو الاسم، لأنه سيأتيك أن هذا يأتي مع الاسم ومع الصفة. طيب عادلا يعني هنعيد الكلام ده، بس الكلام الأول بنقوله أمنا. عادلا يعني اسم معدول، يعني عامر يعدل به إلى عمر، يبقى عمر أصلها عامر، زفر أصلها زافر، زحل أصلها زاحل، قسم أصلها قاسم بالثاء. كل هذه أسماء معدولة. وأيضا الصفات يعني أخر. طبعا الأسماء غير محصورة، الصفات محصورة في كلمة أخر معدولة عن آخر ومثنى وثلاث ورباع، هذه أصلها معدولة عن اثنين. بدل ما أقول جاءوا اثنين أقول جاءوا مثنى، بدل ما أقول جاءوا ثلاثة أقول جاءوا مثلث أو ثلاث، بدل ما أقول جاءوا أربعة أقول جاءوا مربع أو رباع، بدل ما أقول جاءوا خمسة كتير أو أقول جاءوا خماس أو مخمس. طب الجماعة احنا عاملين مجموعات في القرآن، عشرة بدل ما أقول عشرة أقول عشارة. واضح هذا العدل في الصفة. أنس التأنيث، إما يكون بألف التأنيث سواء الممدودة أو المقصورة، أو يكون مؤنث بالتاء أو بغيره. يبقى التأنيث إما يكون بالألف وسيأتينا تفصيله، أو يكون بالتاء أو بغيره، سيأتيك معنى اللفظ والمعنى. المعرفة المقصود بها علامة من العلامات اللي هي العلمية. المعرفة المقصود بها العلمية، ودي علة ستأتينا إن شاء الله. ودول العلمية والوصفية اللي هي في الآخر، الوصفية دي علل ترجع إلى المعنى. وبقيت الستة التي ستأتينا ترجع إلى اللفظ، ما عليك أيضا من هذا الاستطراد. طيب المعرفة إذن هي العلمية. طب ركب مع مقصود به الاسم المركب. الاسم المركب تركيبا مزجيا. أنا عندي التركيب أستطرد بهذا ثم يعني نجيب. عندي في تركيب إسنادي، وعندي في تركيب إضافي الأول، تركيب إضافي وتركيب إسنادي وتركيب مزجي. واضح؟ التركيب الإضافي
ليس المقصود معنا، والتركيب الإسنادي ليس المقصود معنا، إحنا عايزين التركيب المزجي. لازم لكن لازم أعرف التركيب الإضافي. التركيب الإضافي يعني مثل عبد الله، عبد الله مضاف ومضاف إليه كده ولا إيه؟ لعبد شمس و وأبي قحافة. عبد شمس أبي قحافة دي أسماء. عبد العزيز ده التركيب الإضافي. طب والتركيب الإسنادي؟ يسند جملة ويسمي بها اسم، زي الشيخ جاد الحق. جاد فعل والحق فاعل، في يسمى بالجملة على بعضها. قال جاء جاد الحق، ما قلش جاء جادوا، لا أقول جاء جاد الحق. تأبط شرا، العرب كانت تسمي تأبط شرا جملة، هذا يسمى تركيب إسنادي. ها؟ تركيب إسنادي. جاد الحق تأبط شرا، يعني أسنده جملة إما اسمية أو فعلية. ده التركيب الإسنادي، ليس معنا في هذا الباب. إحنا نريد التركيب المزجي. التركيب المزجي من كلمتين مثل بعل بكة ومثل حضر موتى وبورسعيد وأذربيجان ونحو. عرفنا المقصود بالتركيب إنه التركيب المزجي وليس التركيب الإسنادي ولا التركيب الإضافي. طيب زد، زد المقصود بها زيادة الألف والنون. زيادة الألف والنون، بس انتبهوا، أنت بتزود الألف والنون، تزود الألف والنون ويكونوا أصل في الكلمة. يعني لما أقول عثمان ابن عفان هذا المقصود بالزيادة، لكن إحنا أخذنا قبل قريب المثنى، والمثنى فيه ألف ونون. طالبان ينفع؟ لا، لازم يكون الاسم المزيد بألف ونون. يعني لا يمكن حذفهما. عثمان، عمران، سعفان، عفان، أسماء. وفي الصفات كذلك، عطشان وفهمان ونومان، بلاش طفشان المرة دي. طيب العجمة، العجمة يعني الاسم الأعجمي، لأن الأسماء الأعجمية ثقيلة، فلثقلها تمنع من الصرف. الأسماء الأعجمية ثقيلة، إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأيوب، أسماء أعجمية ثقيلة، ولهذا عندنا يستثنى من أسماء هم منعوها من الصرف لأنها ثقيلة. طب في ثلاث أسماء أعجمية، أسماء أنبياء، اللي هي لوط وهود ونوح، من ثلاث حروف فقط وأوسطها ساكن، فواضح أنها خفيفة. فهذه الخفة منعت أن يعني منعت العلة التي لأجلها منع من الصرف، ولهذا لا يمنع من الصرف الأسماء الأعجمية التي على ثلاثة أحرف مثل لوط وهود، ولوطا إذ قال لقومه، ونوحا إذ نادى ربه، ونجينا هودا. إذن هذه الأسماء لأنها من ثلاثة أحرف ولو كانت أعجمية، إذن فوق ثلاثة أحرف من الأسماء الأعجمية هو الذي يدخل معنا. الوصف آخر هذه الأوصاف التسع. هذه العلل التسع تقسم إلى أقسام ثلاث. قسم هو يعتبر يعني علة من علتين، اللي هو العالمية والوصف، لا بد أن يكون معه علة أخرى. وذلك نقول علة من علتين، مع العالمية تحط الباقي. وقسم ثاني يغني ويجزئ وحده للمنع من الصرف، اللي هو صيغة منتهى الجموع وحالتين من حالات التأنيث. إذا خرجت منتهى الجموع وخرجت التأنيث وخرجت المعرفة والوصف، يفضل عندك ستة أشياء هي اللي لازم تشتغل مع اللي هي العلل الستة التي ترجع إلى النفس. ولذلك الممنوع من الصرف إما أن يمنع من الصرف لعلة واحدة، وهذا في حالات ثلاث اللي احنا حطناهم هنا وعندك هنا أيضا. يعني خلينا هنجمع هذه التسع العلل. أولا قبل أن نوزعها هنقول منتهى الجموع، هنقول منتهى الجموع مع ألف
التأنيث الممدودة مع ألف التأنيث المقصورة. وعندنا مربع تاني نحط فيه التأنيث بغير الألف ونحط فيه العجمة، العجمة يعني الأسماء الأعجمية، ونحط فيه التركيب. ها؟ وعندنا مربع ثالث أو مستطيل إن شئت نحط فيه الثلاثة الباقي اللي هم إيه؟ وزن الفعل والزيادة، زيادة الألف والنون والعدل. واضح؟ لو جيت تبص الثلاثة دول في هذا الباب، والتأنيث والعجمة والتركيب ممكن تعمل لهم كده تقول إيه؟ مع العلمية فقط، ودول الثلاثة مع العلمية أو الوصفية. فهمت هذا الكلام؟ فهمت الكلام. طيب، وبالتالي إحنا الآن عندنا العلل الاسم الذي ينصرف ما كان فيه علتان من علل تسع أو واحدة تقوم مقامه. نبدأ بالواحد لأنها أسهل، يعني في علة واحدة كافية في منع الاسم من الصرف، علة واحدة تكفي لمنع الاسم من الصرف. أولا أن تكون صيغة منتهى الجموع، وإحنا خلاص عرفنا صيغة منتهى الجموع كل اسم مجموع جمع تكسير بعد ألفه حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن. فلما أجي أقول صيغة منتهى الجمع وأتي لها بمثال، أقول مثلا لقد نصركم الله في مواطن، يبقى مواطن اسم مجرور فيه علامة جر الفتح. ليه؟ لأنه صيغة منتهى الجمع، مش كده ولا إيه؟ أقول إيه؟ الآن عايز حاجة على الوزن الثالث، إلى مفاتيح، ها مفاتيح، ما قولش إلى مفاتيح، مش كده ولا إيه؟ طيب صيغة منتهى الجموع. ثانيا ألف التأنيث الممدودة، ألف التأنيث الممدودة اللي هي أقول مثلا، أقول مثلا في صحيفة زرقاء، في ورقة حمراء، سلمت على علياء. ها؟ ولاحظ بقى زرقاء وحمراء وخضراء الباب ده كله، لكن طب والبني؟ مفيش، لأنه مفيش ألف، مفيش ألف. أنا عايز اللي يصلح أن يكون فيه يعني ألف تأنيث ممدودة. طيب علياء، نجلاء، ها وهكذا. طيب هذا كله يقال انه اسم ممنوع من الصرف لسبب واحد، علة واحدة اللي هي ألف التأنيث الممدود. ثلاثة من أسماء من العلة الواحدة التي تقوم مقام علتين، ها ألف التأنيث المقصورة اللي هي زي ايه؟ زي سلوى ونجوى وسلمى دنيا، مقصورة سواء بالألف أو بالألف، مش بالياء، ودي بالألف ودي بالألف، لكن سواء الألف تكتب ألفا أو تكتب ياء، يبقى هذه العلة التي تقوم مقام علتين. عندنا ثلاثة أشياء اللي هم في الحقيقة لو تأملت اللي هم دول منتهى الجموع، ألف التأنيث الممدودة، ألف التأنيث المقصورة، هذه العلة الواحد الاسم الذي ينصرف ما كان فيه علتان من علل تسع أو واحدة تقوم مقامهم. إذا صيغة منتهى الجموع علة واحدة تكفي للمنع من الصرف، ألف التأنيث الممدودة علة واحدة تكفي للمنع من الصرف، ألف التأنيث المقصورة علة واحدة تكفي للمنع من الصرف. هيبقى عندنا ست علل في البيت، هذه الست العلل هي التي يعني ترجع إلى اللفظ. إذا كان هنا بقى احنا قلنا العلتين لعلتين، الاسم الذي
يمنع من الصرف بسبب علتين لا بد أن تكون إحداهما، إما العالمية وإما الوصفية. الست العلل الباقية كلها تمشي مع العالمية، وثلاثة منها فقط تمشي مع الوصفية، ولهذا التأنيث والعجمة والتركيب هيمشوا مع العالمية، ووزن الفعل وزيادة الألف ودون العد هيمشوا مع العالمية، اللي هيبقى مع الوصفية الثلاثة دول بس. واضح؟ وإن شئت أن تقول العالمية لها هذه الست والوصفية لها هذه الثلاث، وإن شئت أن تقول هذه الثلاث مشتركة مع الوصفية والعالمية وهذه الثلاث خاصة العالمية، بس مش بالطريقتين، امشي بطريقة واحدة عشان ما تلخبطش. احنا مشينا بإحدى الطريقتين، قلنا ننزل هذه الستة اللي هم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست، هذه الست العلل كلها مع العالمية. أولها التأنيث، التأنيث احنا طلعنا من التأنيث بالألف الممدودة، وطلعنا من التأنيث بالألف المقصورة، باقي التأنيث بلا ألف. إذا كان التأنيث بلا ألف لا يخلو من المؤنث اللفظي، يعني مؤنث في اللفظ وليس في المعنى، كأسماء الرجال اللي منتهية بالتأنيث، مثل يعني في ثلاث حاجات، إما حمزة وطلحة ومعاوية وعبيدة ونحو ذلك، ده تأنيث لفظ لأن معناه ليس مؤنث، أو تأنيث معنوي مثل سعاد وزينة ورباب وابتسام، وكل واحد تشوف اسمها يطلع ايه، ده تأنيث معنوي وليس لفظ. وقد يجتمع المعنوي واللفظي في نحو فاطمة وخديجة وعائشة ونحو ذلك. كل هذا في الحقيقة هذه العلة لا تكفي، التأنيث علة لا تكفي للمنع من الصرف، كما أن العالمية علة لا تكفي للمنع من الصرف، لكن قلنا يمنع هذا الاسم من الصرف لعلتين، للعالمية والتأنيث. احفظ بقى، للعالمية والتأنيث، هيجي لك في السؤال لماذا عائشة ممنوعة للعالمية والتأنيث. طيب الثاني العجمة، العجمة ما احنا قلنا في العجمة الأسماء الأعجمية التي تزيد عن ثلاثة حروف، ولك أن تتصور إسماعيل وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وهكذا. نعم. إيه؟ مع لا سمحت لا تخرج أمل حتى لا تشكل عليه. خلاص العجمة إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هنستثني بس من الأسماء الأعجمية اللي لها ثلاث حروف، لأن هذه بخفتها زال السبب المنع من الصرف. إذا لما أقول لك إبراهيم ممنوع من الصرف ليه؟ تقول لي للعالمية والعجمة اسم أعجمي. يعقوب ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة. طيب ثالث حاجة معانا التركيب المركب، المركب يعني تركيبا مزجيا، لأن احنا خدنا إن في تركيب إضافي زي عبد الله وعبد العزيز، وفي تركيب إسنادي زي جاد الحق وتأبى تشرا، ليس معنى في الباب. الذي معنى تركيب مزجي اللي هو زي إيه؟ زي حضرموت وبعلبك وإيه؟ بورسعيد ولا إسماعيلية؟ إسماعيلية زي إسماعيلية، وأنت جاي بالخط كله ولا بورسعيد كأنه مركب، بور سعيد إسماعيلية يصيح من مدن القناة، لكن ما له علاقة بالموضوع. طيب أنا ظننتك تمزح. طيب المركب تركيبا مزجيا، واضح أن هذه الثلاثة فقط، هذه الثلاثة فقط مع العالمية ولا يتصور مع الوصفية. إذن التأنيث لا يأتي إلا مع العالمية، والعجمة لا تأتي إلا مع العالمية، والمركب تركيبا مزجيا لا يأتي إلا مع العالمية. هاخد خط هنا لأن الثلاثة الباقيين هيشتغلوا معايا فين؟ في العالمية والوصفية. أجيب الثلاثة التانية اللي هم المربع الأخير، وزن، وزن الفعل، وزن الفعل تمشي مع العالمية وتمشي مع الوصفية. في العالمية هقول إيه؟
أقول أحمد. أحمد فعل ويمشي اسم، هو أحمد أصله فعل، عشان كده قلنا هو اسم واحد اسمه أحمد. فالعالمية مع إن اسمه يمشي على الفعل، فأحمد ممكن يكون أحمد الله إليك على إنه فعل، ممكن أقول هذا أحمد. واضح؟ نفس الكلام يشكر، واحد سميناه يشكر وهو يشكر فعل، بس هو أيضا اسم، يبقى اسم جاء على وزن الفعل، يبقى أقول يشكر وتغلب وأحمد ونحوها. ولك أن تسمي أي اسم، أنت حر. واحد سمى ابنه أسكت، بلاش أسكت، في أشد من أسكت. أسكت هذا اسم يعني عالمية وجاء على وزن الفعل. ما الفعل هنا ممكن يكون ماضي ويكون مضارع ويكون أمر أيضا. إذن هذا كله. لماذا أسكت ممنوع من الصرف؟ تقول لي لأن أسكت اسم علم. قلت بالك لو أسكت مش محدش سمى أسكت يبقى ما ينفعش يمنع من الصرف، لكن الرجل الذي اسمه أسكت أقول هذا الرجل اسمه ممنوع من الصرف. ليه؟ للعالمية وزن الفعل. هنا هيدخل معايا الوصفية على الخط، نفس الكلام. أقول مثلا أفضل، أكرم، أحسن، أردأ، أسهل، أصعب، كل هذه صفات ممنوع من الصرف. ليه؟ للوصفية ونفس ووزن لازم يكون علتين. أقول للوصفية وزن الفعل، وإلا الوصفية فقط لا تكفي، والعالمية فقط لا تكفي، والتأنيث فقط لا يكفي، والعجمة فقط لا تكفي، والتركيب فقط لا يكفي، ووزن الفعل فقط لا يكفي، وألف ونون فقط لا يكفي، والعدل فقط لا يكفي، إلا أن يكون علتان، إحداهما العالمية والثانية الوصفية. إذا هنا أقول أحمد ممنوع من الصرف للعالمية ووزن الفعل. ويدخل معنا على الخط هنا الوصفية، أقول أفضل ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل. طيب باقي معنا زيادة الألف والنون. زيادة الألف والنون يعني في الأسماء اللي في آخرها ألف ونون، زي نعمان، نعمان وعثمان وعدنان وقحطان. واضح؟ لماذا قحطان وعدنان؟ أقول للعالمية وزن الفعل. طب ممكن هنا أيضا يدخل معانا الوصف، لما أقول مثلا شبعان، خد بالك مش شعبان، شعبان للعالمية وزن الفعل، لكن شبعان ده وصف للعالمية وزيادة الألف والنون، للعالمية وزيادة الألف والنون. أما أقول شعبان أو أقول نعسان أو أقول عيان تمشي؟ تمشي، لكن تمشي عيان من العي، يعني لا يحسن يتكلم، ليس كما نفهمه نحن عيان مريض يعني. على كل حال هو نوع مرض. طيب يبقى نعسان وشبعان ونومان وسكران وخرفان، مش هنقول طفشان. نعم، كل هذا للوصفية وزيادة الألف والنون. باقي معنا العلامة أو العلة السادسة، ها؟ العدل. والعدل هذا يعني عدل بالاسم إلى اسم آخر، زي ما عدلنا من عامر إلى عمر، ومن زاحل إلى زحل، ومن زافر إلى زفر، ومن قاسم إلى قثب، وهكذا. يبقى هذه الأعلام ممنوعة من الصرف للعالمية والعدل، وهذه لا تنحصر في الوصف. في الأوصاف يمكن أيضا الوصفية مع العدل، لكن هذه منحصرة في أحاد وموحد. أولا في كلمة أخر وحدها، في كلمة أخر وحدها اللي هي معدولة عن آخر أو عن الآخر على خلاف بيان، وفي موحد أحاد وموحد، ويمشي معها ثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع وخماس ومخمس وسداس ومسدس وسباع، كل هذا ممنوع من الصرف، 24 واحدة، ومسبع وثمان ومثمن وتساع ومتسع وعشار ومعشر، 20، كلها ممنوعة من الصرف، أو هي في الأصل 10 وبتيجي في حالتين مع أخر. هذه العشرة معدولة عن، بدل ما أقول جاءوا اثنين اثنين أقول جاءوا مثنى، حضر الناس ثلاثة ثلاثة أقول حضروا مثلث، في اختصار ولا معدولة، يبقى هذه معدولة عن إيه؟
معدولة عن اثنين اثنين عن خمسة خمسة. أقول بخمس عشار ومعشر بدل ما أقول عشرة عشرة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى اثنين اثنين وثلاث ثلاثة ثلاثة ورباع، يعني الملائكة منهم لهم أجنحة أربعة وأربعة وأربعة، ومنهم اثنين واثنين، ومنهم ثلاثة وثلاثة. واضح الكلام؟ طيب، هذه الثلاثة الأخيرة تشترك بين العالمية وبين الوصفية. باقي معنى مسألة واحدة في درس ممنوع من الصرف، إن كل هذا الكلام يتم دون أو بشرطين. الشرط الأول ألا، يعني ممنوع من الصرف، ها؟ ألا يضاف، وألا يعرف بأل، لأنك لو أضفته خد بالك لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. لو جيت أنا أضيف أقول في مواطن الحرب مثلا، ينفع في مواطن الحرب؟ فإني أضفت مواطن كذا، أصل جعلتها مضاف واللي بعديها مضاف إليه، يبقى أقول في مواطن الحرب، في مساجد السنة. وإلا أنا أقول صليت في مساجد كثيرة، ولما أضيف أقول صليت في مساجد السنة، ولما أعرف أقول صليت في المساجد. يبقى إذا أضيف الاسم الممنوع من الصرف أو عرف بأل فإنه يفقد هذه الحالة، إنه هو يجر بالفتحة كعلامة فرعية ويرجع الأصل. الأصل هو يجر بالإيه أو يخفض بالكسرة، ولهذا أقول في مساجدي على الأصل كسرة، وأقول في المساجدي. لكن إذا عريته عن الإضافة وعن التعريف أرجع إلى الباب الذي نتكلم فيه، أقول في مساجد كثيرة، في مواطن كثيرة، في مصابيح كثيرة، في أغاريد، في وهكذا. ممنوع من الصرف يعرف في الرفع أيضا ويعرف في النصب أيضا. كيف تعرفه؟ بعلم يرفع بالضمة وينصب بالفتحة. إذا كيف تعرفه؟ لا ينون، لا ينون. أقول وكان عمر، أقولش عمرا، ها؟ أقول أقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. ما الفرق بين صوامع وبيع وصلوات ومساجد؟ إن صوامع ممنوع من الصرف فرفعت بضمة واحدة بضمة تنوين، لكن بيع مش ممنوع من الصرف فنونة، وصلوات غير ممنوع من الصرف فنونة، ومساجد لأنها ممنوع من الصرف لم تنون. إذا يرفع بالضمة لكن تعرفه أيضا من عدم التنوين، وينصب أيضا بالفتحة لكن تعرفه من عدم التنوين. أقول إيه؟ ها؟ أقول ولقد عهدنا إلى آدم، ها؟ أقول يا إبراهيم، وهكذا. إنه من سليمان، واضح منصوب، بس من سليمان ده ما مقصود بالفتح، ما من سليمان وما كفر سليمان، هنا مرفوع لكن بضم واحدة من غير تنوين. إذا سهل جدا إن أنا أميز ممنوع من الصرف حتى في الحالات التي لا يخفض فيها بالفتحة، لأنه يرفع بضمة لكن لا ينون، وينصب بفتحة لكن لا ينون، وفي الخفض أسهل لأنه يخفض بالفتحة على خلاف في الأصل. نعيد هذا الكلام مرة كمان، وإحنا نعتبر إن إحنا ما أخذنا شيئا من قبل، يعني إحنا أخذنا شيئا. نعم؟ لا ادم اربعه لا لما زدت حرفين صار. طيب ننسى اللي فات كله. طيب احنا قلنا الخفض، علامات الخفض لو علامه اصليه ولو علامتان
فرعيتان. المهم من العلامة الفرعية الثانية أن يخفض بالفتحة، وهذا في حالة واحدة هي الممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف يعني الممنوع من التنوين. هذا البيت يمكن أن تقيمه على هذا البيت، البيت الواحد. موانع الصرف تسع إن أردت بها عونا لتبلغ في إعرابك الأمل. خلينا في إجمع وزن عادلا، أنس بمعرفة، ركب وزد عجبة، فالوصف قد كمل. يفترض عرفت إيه معنى إجمع وإيه معنى زن وإيه معنى عادلا، وكل هذا تبين معك. حاصل الدرس أن الاسم الذي لا ينصرف ما كان فيه علتان من علل تسع أو علة واحدة تقوم مقامها، ولهذا بنعمل هذا التقسيم، نقول العلة والعلتين. ما يمتنع من الصرف لعلة واحدة ثلاثة أشياء: صيغة منتهى الجموع اللي هو كل اسم أو كل جمع تكسير بعد ألفه حرفان أو ثلاثة أوسطهم ساكن، غالبا أقول غالبا يأتي على وزن مفاعل أو مفاعيل وإلا له أوزان أخرى مشهورة. نعم، أقول في مواطن إلى مفاتيح ومخفوض وعلامة خفضه الفتحة. ألف التأنيث الممدودة زرقاء وحمراء وعلياء ونجلاء ومكان على هذا النحو. نعم، ألف التأنيث المقصورة أقول سلوى ونجوى، مع سلوى وعلى نجوى وفي دنيا وهكذا. إذا هذه ثلاثة العلل تكفي المنع من الصرف وحدها دون علة أخرى، واضح؟ أو يكون الممنوع من الصرف لعلتين، وإذا كان لعلتين فلا بد أن يكون إحداهما العلمية أو الوصفية. العلمية تأتي مع الستة البقية في البيت، العلمية والتأنيث في نحو حمزة وطلحة أو سعاد وابتسام أو فاطمة وخديجة. العلمية والتأنيث اللفظي في نحو حمزة وطلحة وعبيدة، العلمية والتأنيث اللفظي والمعنوي معا في نحو فاطمة وخديجة، واضح؟ العلمية والعجمة إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأيوب وإسماعيل. طيب العلمية والمركب تركيبا مزجيا، حضرموت، بعلبك، أذربيجان، بورسعيد، بس بلاش إسماعيل. العلمية وزن الفعل، يعني الاسم اللي يكون على وزن الفعل هو أحمد علم لكن يمكن أن أعتبره فعلا، أحمد الله، يشكر علم، اسم رجل، تغلب علم، اسم رجل، أي اسم يمكن أن تسمي به مما جاء على وزن الفعل فهو يمنع من الصرف للعالمية وزن الفعل. أما لو لم يكن علما فإنه لا يمنع من الصرف لأنه يكون فعل. زيادة الألف والنون في نحو نعمان وعثمان وعفان وغيرها ممنوعة من الصرف للعالمية وزيادة الألف والنون. العدل في نحو عمر وزحل وزفر وقسم ونحوها للعالمية والعدل. طيب إذا هذه الستة البقية مع العالمية، وتنفرد الوصفية بالثلاثة الأخيرة فقط، الوصفية مع وزن الفعل في نحو أفضل وأكرم وأحسن، الوصفية مع زيادة الألف والنون في نحو شبعان ونومان ونعسان وفهمان، العلم الوصفية والعدل في كلمة أخر وفي يعني أحاد وموحد وثلاء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع إلى عشار ومعشر، لأنها معدولة عن اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة، خمسة خمسة. هذا كله ما لم يضف وما لم يعرف. فإذا أضفت الاسم ممنوع من الصرف عاد إلى أصله وخفض بالكسرة على بال أصلي، وإذا عرفته بأل عاد إلى أصله وخفض بالكسرة اللي هي العلامة الأصلية. طيب كلام واضح؟ أقول في مساجد، لا أخر، أصل أخر هنا نقول في مساجد أخر دي مش إضافة، مساجد أخر دي صفر، أقول في مساجد أخرى، لكن لو أضفت أقول في الآخرين. إذا أضفت الألف واللام. نعم. إذا أضفت الألف واللام أو أضفت الإضافة العادية ليكون مضاف إليه. طيب واضح الكلام؟ أنا أريد الآن واحد يقول لي ما فهمت، ما علينا مشكلة، هنعيد تاني. ممكن تعمل إيه؟ تنقل هذه الأشياء بنفسك، لما تنقلها بنفسك أحسن ما إحنا نصورها لك.
عنه ازاي؟ ها؟ تعرف المعدول عنه ازاي؟ كل ما كان يعني اصله ان عامر، ان عمر اصلها عامر، وزحل اصلها زاحل، وزفر اصلها، كل ما كان على هذا الوزن تعرفه. وعلى كل حال اللي يستعمل منه قليل، انت تقول عن عمر بن الخطاب. المهم لما تيجي تقرا في رياض الصالحين الصبح في الفجر مع الناس تقول لهم عن عمر بن الخطاب، ما تقول عن عمر بن الخطاب، هذه يعني قبيحه جدا. واذا قلت عن عائشه رضي، ما تقول عن عائشه رضي الله عنها. هذه الاشياء يعني هي الثمره من الدراسه. قال المصنف رحمه الله: وللخفض ثلاث علامات، الكسره هي العلامه الاصليه، والياء العلامه الفرعيه، والفتحة العلامة الأخرى الفرعية. قال: فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، والاسم المفرد تقدم معنا في كل الحالات الماضية، وجمع التكسير المنصرف، جمع التكسير المنصرف تقدم معنا في الحالتين أيضا الماضيتين، وجمع المؤنث السالم ولم يقل المنصرف لأنه لا يأتي منصرف، تقدم معنا في علامات الرفع دون النص. قال: وأما الياء اللي هي العلامة الفرعية الأولى فتكون علامة الخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة، وفي التثنية، والجمع. باقي معنى الفتحة فتكون علامة الخفض في الاسم الذي لا ينصرف. دعجاء نفس الكلام على نفس الوزن، دعجاء ممنوع من الصرف. إيه؟ دعجاء يعني الأدعج، والدعجاء يعني اللي فيه صفة للمرأة يعني تكون عينيها هنا صفة للمرأة في عينها. قل فلانة دعجاء يعني امرأة بيضاء عينها سوداء، يعني هذه صفة تجمل دعجاء العينين، أدعج العينين الرجل. أماثل يعني أفاضل. أكرم لو قصدت بها العلم فهي ممنوعة من الصرف للعلمية وزن الفعل، ولو قصدت بها الصفة فهي ممنوعة من الصرف للوصفية وزن الفعل، على حسب الحال. لو واحد اسمه أكرم هقول أكرم ممنوع من الصرف للعلمية، ولو أنا وصفت واحد بالكرم وقلت فلان أكرم من فلان فيكون أكرم ممنوع الصرف للوصفية ووزن الفعل، على حسب السياق. نعم. هند، هند في الأسماء المؤنثة ما كان على ثلاثة أحرف من الأسماء المؤنثة فيه الوجهان عند العرب، منهم من ينونه على الأصل. ليه؟ لأنه تأنيث معنوي، ومنهم من لا ينونه أنه خفيف. قالوا: ولهذا منهم من يصرف هند ودعد، ومنهم من لا يصرف هند ودعد ونحوهما من الحروف الثلاث، ويعني الأمرين. فلو صرفتها قلت إن هند أو إن هندا كلاهما. حسان لا 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 لا. طيب آخر سؤال: ما هو الاسم المعنوي؟ ما فيش حاجة اسمها الاسم المعنوي، احنا نقصد يعني المؤنث المعنوي. المؤنث ثلاثة أقسام: إما أن يكون مؤنثا لفظيا يعني لفظ مؤنث وليس بمؤنث، زي حمزة وطلحة أسماء رجال ليست مؤنثة لكن اللفظ مؤنث، وإما أن يكون معناه مؤنث ولفظ مذكر زي ابتسام وزينب، ما فيش في علامة تأنيث لكن هي المعنى مؤنث وهذا ليس تقصده، وإما أن يجتمع الاثنين فيقال مؤنث لفظي ومعنوي معا مثل فاطمة وعائشة. كل أسماء الأنبياء ممنوعة من الصرف، كل أسماء الأنبياء ممنوعة من الصرف ما عدا ستة أسماء، الثلاثة اللي قلناها وهي أعجمية اللي هي لوط ونوح وهود، وثلاثة أخرى عربية اللي هي محمد وصالح وشعيب، ما عدا هذه الست فكلها ممنوعة من الصرف. كل أسماء الملائكة ممنوعة من الصرف أيضا ما عدا مالك خازن النار. طيب أسماء الملائكة ممنوعة من الصرف، أسماء الملائكة
جبرائيل وإسرافيل لأنها أسماء أعجمية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. وهود وثلاثة أخرى عربية اللي هي محمد وصالح وشعيب، ما عدا هذه الست فكلها ممنوعة من الصرف، كل أسماء الملائكة ممنوعة من الصرف أيضا ما عدا مالك خازن النار. طيب أسماء الملائكة ممنوعة من الصرف، أسماء الملائكة جبرائيل وإسرافيل لأنها أسماء أعجمية. طيب نكتفي بهذا ونحل بس مع بعض الأسئلة اللي فاتت. إيه الأسئلة اللي فاتت؟ كانت صفحة كام؟ 30. طيب ماذا كتبتم صفحة 30؟ كان يقول استعمل الكلمات الآتية في جمل مفيدة بحيث تكون منصوبة، بس سهل جدا. ها ماذا كتبت يا خالد؟ الحقل، حطها في جملة منصوبة. إن الحقل كبير، أحسنت. على طول بقى الوراء الوراء الوراء. ها الزهرة، لا ما تألفش. إيه اللي أنت كتبته؟ كتبت ولا ما كتبت؟ ها؟ أي انظر ماذا كتبت حتى لو غلط. شاهدت الزهورة، بس إحنا عندنا الزهرة، هو ما عرفش يجيب الزهرة فجمعها، ليس هذا المطلوب. لو صبرت وفكرت كنت هتجيب ما ننزل شاهدت الزهرة ملونة، نفس الكلام اللي وراه. قابلت الطلاب، يبقى الطلاب منصوبة. طبعا الشرط دلوقتي منصوب ليه، هناخد بعد كده يعني الأبواب. طيب الأكرة، نعم. ها اللي بعده، احنا نمشي على طول خلف خلف. إن الحديقة ممتلئة بالزهور، الزهور احنا فين الزهور؟ ان الحديقة، ماشي فوت واحدة مش اشكال هنعديها كأننا لم نسمع. اللي على يمينه، ها مين اللي على يمينه عشان الوقت يا اخوان؟ ها اللي على يمينه لو سكت يبقى مش عامل الواجب، انتقل للآخر الذي على يمينه. رأيت النهر فائضا، طيب على يمينك على طول. قرأت الكتابة، أحسنت. طيب آخر واحد هنا خالص، أيوة رأيت البستان جميلا، أحسنت. اللي على يمينك إذا كنت ما كتبتش ما تألفش، كتبت تكلم. أخذ محمد القلم من علي، منصوب. طيب الفرس على يمينه على طول، الجماعة اللي في الآخر دول. إن الفرس سريع، محتاجين ما أنتم كلكم نحويين ما شاء الله. اللي بعده، إن الغلمان، الغلمان جمع، ما أقولش بقى صديقان أو الأصدقاء، إلا صديقان لما يكون اللي قبلها مثنى. طيب العذارة، ها اللي على يمينك على طول، احنا ماشيين انا مش شايفه طبعا لان ورا العمود. العذارة، ما دام انا مش شايفه هو مش شايفني مش سائل عني. ها تزوجت العذارة؟ كل عذارة الدنيا ما كانش فيه اشكال والله، يا ريت يا اخي بس ما ينفعش. يعني حليت مشكلة العالم كله. طيب اللي بعده، كسرت العصا. اللي بعده، رأيت الهدى. وهل الهدى يرى إلا أن تكون تقصد يعني رؤية معنوية؟ يصح يقول الله أنا أقصد الهدى المعنى وأنا أرى المعنى، يعني أحسست بالهدى، يصح باب المجاز واسع. طيب ها ارفع صوته، ما حلتش. اللي بعده، اللي وراه، ما حلتش. واحد قدامي اللي وراه ما حلتش، جميله والله. عقلي اتفضح حتى شغلك ايه؟
أعطيه القدح حتى يشرب الماء. أحسنت. طيب ها يرضي المؤمن ربه، يصح الكلام ده؟ هو بيقول لي استعمل الكلمة بحيث تكون منصوبة، فأنت قلت يرضي أتيت بها مرفوعة، احنا عايزينها منصوبة. على المسلم أن يرضى، يبقى منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. يرتجي ومين انتوا معنا؟ يرتجي ولا بقى تحت هنا عشان كده واحد يقعد ورايا يقول لك هو عمره ما يبص حد ما طيب الوراء محمد يرتجي الخير، يصح الكلام ده؟ لا، يرتجي هنا مرفوعة واحنا عايزينها منصوبة. لن يرتجي يعني طيب تسافر، والله لن أسافر، انت حر؟ نعم، لن أداة نصب وتسافر منصوب. طيب هناخد بقى النهاردة في ممنوع من الصرف. كان فيه تمرين تاني بس خلاص لأجل الوقت، خلينا بقى صفحة 39 على الممنوع من الصرف. اسمح لي أعطيك الثلاث أسئلة كلهم صفحة 39، واحد واثنين وثلاثة، حتى تهضم الممنوع من الصرف وتضطر إلى أن تعود فتقرأ الكتاب والشرح، ثم تأتينا إن شاء الله معك الأسئلة الثلاثة وفي هذا القدر كفاية. وإذا أشكل عليك شيء فعليك بمعلم إبراهيم ومفهم سليمان، كان شيخ الإسلام إذا أغلق عليه باب وقد يكون هذا، فيعني عليك إن شاء الله أن تستعين بالله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.